بيان وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني بشأن الاعتداء على الطائرة التابعة لسلاح الجو الليبي. بمزيج الأسى والألم، تلقت وزارة الدفاع نبأ إسقاط مروحية تابعة لسلاح الجو الليبي كانت تقوم بمهمة إيصال بعض المساعدات لمدن الغرب من العاصمة بعد أن انقطعت بهم السبل البرية نتيجة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها عصابات وميليشيات جيش القبائل، حيث تعرضت المروحية لإطلاق نار أدى إلى إصابتها وسقوطها في البحر. والوزارة اتنع الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث الأليم، وتتقدم إلى أهاليهم وإلى الليبيين جميعا بخالص العزاء والمواساة القلبية، فإنها تعلن عن اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة للتحقيق في هذا الحادث وملاحقة المسؤولين عنه، وتطلق حالة التأهب القصوى في صفوف القوات المسلحة وقوات الثوار لمواجهة كل الآثار والتداعيات التي قد تنشأ عن هذا الحادث. وتهيب وزارة الدفاع بجميع الإخوة المواطنين المساعدة في تقديم أي معلومات قد تقود إلى تحديد هوية المعتدين الذين أطلقوا النار على المروحية، والمساهمة في ملاحقتهم وتحذرهم من مغبة التستر على هؤلاء المجرمين أو تقديم أي أنواع من المساعدة لهم. إننا من واقع مسؤوليتنا بحماية الوطن والمواطن سنبذل قصارى جهدنا لملاحقة المتسببين في هذه الجريمة، النكراء، وفضح كل من يقف وراءها، وكشف الأجندات والمخططات التي يحيكها هؤلاء لضرب النسيج الاجتماعي الليبي وإشعال نار الفتنة والاقتتال بين المدن والقبائل. وسنسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى تقديم الجناه إلى العدالة الليبية لينالوا جزاء ما قدمت أيديهم. حفظ الله ليبيا وأبعد عنها مؤامرات المتآمرين وكيد الكائدين. وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني صدر في طرابلس الثلاثاء الموافق للـ27 من أكتوبر للعام 2015 ميلادي.